الفترة اللي فاتت كانت صعبة علينا كلنا على مصر كلها في الفيروس اللي موجود، فطبعا فعل البنات كمان أكتر، فاحنا قللنا عدد الوحدات في الأسبوع وقللنا عدد البنات، يعني بدل ما كنا بنشتغل بتكرارات أكتر وخمس مرات في الأسبوع بقينا بنشتغل أربعة بس، فده عشان خاطر الفيروس اللي موجود. وعلى كل جهاز بقى بندخل بنعقم ايدينا قبل ما يعني احنا بنمسك كل بنت وبنت بنعقم ايدينا وبنحط الكحول وبنلبس كمامتنا، وده طبعا بكل يعني في تعليمات من الجهاز الفني بقياده الدكتور محمد فؤاد واسمها المدرب العام، بان احنا في موضوع الاجراءات الاحترازيه ممنوع ان احنا نخش بكمامات، كلنا لازم نلبس الكمامه طول بين كل بنت وبنت، في كحول بيترش على ايدينا، بين كل جروب وجروب كحل بيترش على ايدينا، وهؤلاء الامور تعب واحنا تعبنا والحمد لله. البطوله اللي فاتت الحمد لله احنا جايبين 19 ميداليه ذهب واثنين فضه، هي طبعا كانت بطوله صعبه جدا جدا ان كان الوقت فيها قليل جدا، احنا اتمرنا يعني حوالي شهرين ونص شهرين لان الوقت كان صعب في موضوع الاجراءات الاحترازيه وكده وبدانا متاخر، الحمد لله يعني كثفنا على قد ما نقدر وقتنا وكنا على قد ما نقدر وقتنا يعني بيبقى قليل، بس الحمد لله البنات كانوا كويسين وكانوا في التمرين وكده، والجروب اللي معانا مدربين رجاله الحمد لله قدروا ان هم يشتغلوا الحمد لله، كابتن عبد الرحمن صوفي وكابتن تقي وكابتن محمد ومس زينه ومس شيماء، الحمد لله قدرنا كلنا مع بعض تيم واحد ان احنا نقدر نوصل بالبنات للمستوى الحمد لله اللي كان بيليق بينا، والحمد لله قدرنا نكسب ثقه الجهاز الفني وثقه المدرب العام. المدربين بيتعاملوا مع الولاد عشان هم سنهم صغير ان هم زي بابا وماما، فبيبقى فيه جزء شده وجزء لينا، لان احنا لعبه الجمباز لعبه صعبه جدا، فلازم يبقى فيها التزام ولازم يبقى فيها تركيز عالي جدا، فالمدربين بيعملوا حسابهم قوي في تمرين مع اللعيبه ان هم يحافظوا عليهم على قد ما يقدروا، هم بيخافوا عليهم جدا وبيحافظوا عليهم على قد ما يقدروا. احنا لعبنا تحت 8 سنين وتحت 7 سنين، تحت 7 سنين كان عندنا 24 لعيبه خدنا الحمد لله 24 ميداليه ذهب، وتحت 8 سنوات 21 لعيبه 19 ميداليه ذهب واثنين فضه، وطبعا كان الموضوع صعب جدا لان فتره التدريب كانت قليله قوي بعد العوده من الكورونا واستئناف النشاط، فكانت فتره التدريب ان احنا ناهل اللعيبه للاجباريات الاتحاد حاططها فتره قليله جدا، فالموضوع ده كان صعب، فاضطرينا ان احنا في اخر فتره البطوله ان احنا نكثف التدريبات شويه، وطبعا اولياء الامور كان ليهم دور معانا جامد جدا، فانا طبعا بشكرهم على ان هم واقفين معانا علشان في الاخر نوصل للنتيجه اللي احنا وصلناها. هو تجهيز نفسي بعد التجهيز البدني، علشان هو مبدئيا لو نفسيتهم مش كويسه احنا مش هناخد اي حاجه، حتى لو هي لعيبه لو احسن لعيبه ممكن تطلع تقع عادي. التجهيز البدني او علاقتي بيهم دي علاقتي هتبقى مختلفه شويه عن المدربين، لان انا كنت لاعبه، فالموضوع هيبقى من برسبكتيف مختلف شويه، يعني هيبقى حتى برسبكتيف عن باقي المدربين لان انا يعتبر سني صغير بالنسبه لهم ولاعبه، فالموضوع هيبقى الطف وبيبقى اسهل. عامه الاستعداد 13 سنه هو بالنسبه ان هم كبار فهم اختياري، واستعداداتهم اصعب شويه لان بنات في السن صعب والسن محتاج تركيز اكتر، فبنزود تمارين بنزود اعداد بنحاول نزود نخليهم يستحملوا اكتر، فان شاء الله بنسهل. انا لعبت هنا كتير قوي وعملنا تيست كتير وفتنس كتير، رحت البطولة في مدينة نصر خدت مركز أول، خدت ميدالية ذهب. اسمي ليلى أبو المجد وعندي 7 سنين ونص في مدينة نصر، والبطولة اللي فاتت جبت ميدالية ذهب. بدنا نتمرن كتير ونتعب عشان نبقى نلاقي حاجة، عملنا بيم وحصان وارضي ومتوز، كلنا كنا عملنا احسن حاجه عندنا وجبنا ده. قعدنا نتمرن كل يوم وعملنا الحركات كلها، والكابتن قعدوا يشغلونا فيتنس عشان نعرف نعمل الحركات كلها في البطوله. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. الحقيقه يعني من زمان قوي دايما معظم الاباء والامهات واولياء الامور لما بيكونوا اطفالهم الصغيرين عايزين يعني يخلوهم يبتدوا يمارسوا رياضه او يشركوهم في نشاط رياضي ما،
99% من المرات بيكون دايما الاختيار لصالح رياضة الجمباز تحديدا نظرا لأهميتها وانعكاساتها الإيجابية على الصحة العامة وعلى القوة البدنية والرشاقة والمرونة والليونة إلى آخره. هنتكلم مع حضراتكم دلوقتي من خلال فقرتنا دي عن رياضة الجمباز وكمان عن بطولات النادي الأهلي تحديدا في هذه الرياضة مع دكتور محمد فؤاد حبيب وهو مدير جهاز الجمباز بالنادي الأهلي. صباح الفل على حضرتك، منورنا. أهلا وسهلا كريم، صباح الخير. صباح الخير يا فندم دكتور محمد، منورنا. والجمباز يمكن لعبة يعني من واحنا صغيرين هي ليها يعني شهرة كبيرة جدا، ويمكن كل الأطفال في السن كده 3-4 سنين أهليهم بيودوهم يلعبوا جمباز عشان يهدوا شوية. هي لعبة ليها تاريخ كمان كبير في مصر، وهروح أبدأ بحضرتك لو تسمح لي بقى، أنا إزاي بختار لاعب الجمباز وإزاي بعده عشان يبقى بطل بعد كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لعبة الجمباز هي لعبة مركبة شوية، لأن في الولاد لازم اللاعب يؤدي على 6 أجهزة، وفي البنات تؤدي على 4 أجهزة، وبالتالي لما بنيجي نختار لازم يبقى فيه مواصفات معينة تؤهل الولد أو البنت أنها تنجح في الأداء المطلوب منها. كويس. المتغير الثاني أن الولد أو البنت يكون عنده مواصفات أنه يستمر في اللعبة من البداية في 4 سنين إلى أن يصل إلى لعيب الدوري. يعني دي المعايير اللي احنا بنحطها في اختياراتنا. الاختيارات بتكون فيها تدقيق كبير جدا عشان تاخدي الخامات اللي تقدر تستمر في اللعبة. لعبة الجمباز لعبة فردية، احنا بنسميها كده ايه، منك للجهاز. اللاعب مفيش حد معاه، لحد هيستد معاه مع ربنا بس، مفيش تاني. ونعم بالله، هو هيعوز ايه اكتر من كده؟ مفيش تاني. فبالتالي احنا لعبة نمرة 2 بقى او 3، لعبة فيها خطورة، احتمال السقوط، احتمال الاصطدام، لازم كل المواصفات دي تتحط في الاعتبار وانت بتختار عشان تختار لاعب مؤهل انه يعتمد على نفسه، قدراته البدنية، قدراته الحركية تؤهله انه ينجح في الاداء، يحمي نفسه، يطور مستواه الى ان يصل الى اعلى مستوى. انا عندي سؤال خاص بالقدرات، هل كمان القدرات النفسية؟ يعني هل انا ممكن الاقي مثلا نشء صغير جيد جدا بدنيا وذكي، ولكن نفسيا هو او معنويا ما عندوش الثقة في نفسه؟ أعتقد من كلام حضرتك أنا فهمت أن الثقة عامل أساسي، لأن زي ما قلت كده مني للجهاز، فأنا شايل الموضوع كله بنفسي، فهل العامل ده برضو بيفرق؟ شوف، الجزء ده مهم جدا، وإحنا في الاختبارات اللي بنعملها بنعمل اختبار يدل على ثقة الولد أو البنت في نفسها، في اختبارات بتقيس الحكاية، فبنستخدم الاختبار ده. حاجة تانية الأهم، أن الولاد والبنات قبل ما نختارهم أو نعملهم اختبارات الانتقاء، هم بيخضعوا البرنامج مدته حوالي 8 شهور، ونقعد نراقبهم ونتابعهم في كل تفصيلة صغيرة، الحركة بيعملوا ايه، مين بيقدر، بيبان في الأطفال هم 4 سنين، بس لو حضرتك تركزي في أدائهم في التدريب هتلاقي فيه فروق فردية في الشخصية، في فروق فردية في الجانب النفسي، ده كل ده بقى جانب المهارات والقدرات البدنية وما إلى ذلك. لكن هذا الأمر مهم جدا جدا، لأن لعبة الجمباز ليها مواصفات نفسية خاصة مختلفة عن مثلا الألعاب الجماعية. الألعاب الجماعية بيبقى فيها شغل جماعي، ممكن حد يسند على حد، لكن الجمباز لا، مفيش كده. فده بنراعيه جدا في عملية الاختيار وفي عملية متابعة الأولاد أثناء البرنامج التدريبي اللي بنديهولهم قبل عملية الاختبارات. على صعيد المدربين، هل مدرب الجمباز او مدربه الجمباز لازم يكونوا لاعبين سابقين، ولا ممكن الخلفيه الاكاديميه بس تكون كافيه وتاهلهم لتدريب النشء في هذه الرياضه بالتحديد واعداد وتجهيز ابطال مستقبليين؟ هو طبعا لو عنده خبرات، شوف، لاعب مدرب الجمباز لازم يبقى عنده 3 حاجات اساسيه، لازم يبقى عنده علم، معرفه بكل امور التدريب المرتبطه بالجمباز والعلوم الاخرى المحيطه بها، لازم يبقى عنده خبره مر بيها وكيف يتعامل مع المواقف المختلفة، لازم يبقى عنده سلوك يؤهله انه يكون مدرب جمباز. يعني السلوك يعني ايه؟ هديك مثال، مدرب الجمباز اكتر مدرب يبقى عنده صبر وقوة احتمال، لان الحركة اللي ممكن حضرتك بتدرب عليها دي ثمارها يجي بعد 6 اشهر، يجي بعد سنة، فانت بتشتغل على حاجة هتاخد نتيجتها بعد سنة. فطبعا لو المدرب عنده خبرات كلاعب هيبقى افضل، بس انت في السوق في مصر عدد المدربين اللي هم كانوا لاعبين واشتغلوا في المجال عددهم قليل، ما يكفيش السوق. ففي مدربين بيدخلوا عن طريق الدراسه الاكاديميه، وده وارد، بيصقل خبراته وما الى ذلك. في النهايه انت لما بتيجي تختار بقى مدرب
في النادي الاهلي بتحط معايير اللي تصلح للاعيبه النادي الاهلي وللتدريب في النادي الاهلي. انت عارف النادي الاهلي المدرب بيدرب على المركز الاول طبعا، ما بيشتغلش على المركز الثاني، فلازم المدرب يبقى عنده كده روح المنافسه، انه عايز روح المكسب، عنده العناصر كلها وبيؤدي وعنده خبرات وعلم وسلوكه تمام وكويس. اتفضل، مدرب لازم عنده ثقه في نفسه، مدرب عايز مجهود. انت عارف احنا عندنا السنه دي احنا في نص الموسم اهو، احنا عندنا حاجه غريبه جدا، عندنا اصابات في المدربين. الله، من كتر ما المدربين بتحمي اللعيبه وبتبذل مجهود، اصابات بدءا من المدرب العام مها نجيب، اصابه كابتن وليد نبيل، اصابه في كسر في عضم الوجه، رانا وزينة اصابات في الكتف، لان بيحصل مواقف. كابتن احمد عاشور اصابه في الرجل، بيحصل مواقف مفاجاه، المدرب خايف على اللاعب بيتدخل طبعا، ممكن يحصل طبعا اصابه طبعا. ده بيدل على ان المدربين بتبذل اقصى جهد، مستعده تخاطر بنفسها عشان تدافع عن اللعيبه وتحمي اللعيبه. انا بمناسبه بقى الاصابات، فعلا عايز اروح مع حضرتك لاصابات اللعيبه بقى كمان نفسهم، يعني ايه اخطر الاصابات اللي بتصيب اللاعبين، وهل بتختلف بين سيدات ورجال؟ وبرده خليني اسال حضرتك، ايه اكتر فئه ممكن ان هي تتاثر، يعني اللي هم على كفاءه عاليه فبيلعبوا اكتر او بيلعبوا اخطر او بيلعبوا بشكل اقوى، يعني خلينا نفهم من حضرتك. هو طبعا الاصابه طالما ان احنا بنلعب رياضه يبقى الاصابه معرضين وارده، بس في عوامل تانية كتير ممكن بنوفرها في التدريب بتقلل نسبه الاصابه. توفير عوامل الامان، خبرات المدرب في عمليه الحمايه والسند لازم تكون متوفره بشكل كويس جدا، ومع هذا الاصابه ده امر قدري ممكن يكون موجود. بس عايز اقول لك على احصائيه اتعملت في بعض الابحاث ان رياضه الجمباز نسبه الاصابه فيها اقل من كره القدم. الناس فاكره العكس، لا. وده جاي منين؟ من توفير عوامل الامان بشكل كبير. طيب يمكن عشان الهواء، عارف يا كريم، والنط والحاجات دي الواحد بيخاف، وما فيهاش التحام زي كره القدم مثلا. مفيش التحامات عندنا، بتوفر انت بيئه امنه جدا لعمليه التدريب، مفيش مخاطره في عمليه اختيار المهارات والتدريب عليها، وده بنقوله للمدربين ان كل اللاعب يقدر يعمل مهاره يتفضل يعملها، مفيش بقى مخاطره، مفيش مدرب يقول انا هعلم مهاره صعبه جدا وهو اللعيب مش مؤهل ليها. اللاعبين بيتدرجوا في المهارات، يعني الصغيرين بيعملوا مهارات بسيطه، كل ما نكبر المهارات بتزيد. عاده الاصابات بتيجي اكبر في اللاعبين الكبار اللي في الدرجه الاولى في المرحله اللي فوق، لان في صعوبات اكتر، لان في مهارات اكثر خطوره، فده وارد ان يحصل اصابات. لكن احنا الحمد لله نسبه الاصابات عندنا في النادي الاهلي اقل بكتير من انديه تانية، بفضل ان احنا بنوفر ظروف امنه، وان المدربين بتدرس كويس جدا كيف تحافظ على اللاعبين، وده مبدا احنا بنحطه في الجهاز الفني، مفيش خطوره. هل رياضه الجمباز من الرياضات اللي ممكن يبقى فيها احتراف بالمعنى المفهوم؟ هو لحد دلوقتي بالنسبه لمصر مش موجود، ممكن يكون موجود في بعض الدول وصلت الى المرحله دي، لكن لسه مساله ان لاعب جمباز يخرج ليحترف في مكان بره لسه مش موجود على مستوى المصري. كل اللاعبين اللي بتطلع بالمستوى الدولي بتلعب باسم البلد بتاعتها لسه، يعني المسائل على صعيد الانديه مش المنتخبات مفيش كده لغايه دلوقتي، لسه مفيش كده لحد دلوقتي. لكن بتوقع مع تطور مساله الاحتراف وتطور يعني العمليه في المستويات التنافسيه ممكن جدا يكون كده، ممكن تلاقي. هو ليه يا دكتور محمد لسه يعني بمنتهى الشفافيه خلينا برضو نعرف، هل ما عندناش الكوادر، ما عندناش الدعم المالي، ما عندناش الدعم المعنوي؟ لا يعني واضح ان المبدا نفسه لسه ولا المبدا انت يعني انت لسه كل دلوقتي مثلا ايه النادي الاهلي. اولا احنا كنادي احنا معتمدين بنسبه 100% على ابناء النادي الاهلي. يعني احنا كنشاط رياضي في النادي الاهلي ما عندناش ان احنا نستقطب، وده قرار مجلس اداره هو معمول بحكمه علشان يدي اكبر فرصه لاولاد النادي الاهلي ان هم يطلعوا. ممكن يكون في خامات كويسه بره، لكن انت طلع من عندك وبنطلع من عندنا وبنوصل للمنتخبات. فمساله بقى ان احنا حد يجي محترف او ان حد من هنا يروح محترف لسه ما وصلناش للحكايه دي. خلاص نعمل منتخب اهلي بس لو هو
هو نادي الاهلي الحمد لله. هنعمل فيه ايه طيب؟ النادي الاهلي الحمد لله مش محتاجين حاجه، عندنا امكانيات كويسه جدا، عندنا جهاز فني كويس جدا، عندنا اداره دعم كويس جدا لكل الرياضات، دعم كويس جدا، اداره قويه في النشاط الرياضي ورانا، وجمهور كويس جدا، مجلس اداره ما شاء الله. كل الكلام ده بيخلي ان في مسؤوليه كبيره جدا طبعا على المدربين وعلى اللاعبين ان هم لابسين تيشيرت طبعا ليها تاريخ وبناء عليها في توقعات عاليه جدا عند حتى المشجعين والمشاهدين. عايز اسال حضرتك، كنت بتقول مع التطور اللي حصل في الفتره الاخيره، هل التطورات دي شملت مستجدات في دنيا الجمباز؟ هل في قوانين استجدت تم تعديلها؟ هل في اجهزه استجدت؟ شوف، احنا رياضه الجمباز اكتر رياضه تعتبر متغيره مش ثابته. يعني لو اتفرجت على جمباز من 10 سنين بس في فيلم فيديو هتلاقي انت بتتكلم في تاريخ ذهب مع الماضي، لان في حركات جديده بتطلع، في تكنيكات جديده، تكنيك اداء مختلف بيطلع، في طرق في التدريب جديده بتطلع، في اجهزه مساعده في التدريب، لان التدريب في اجهزه قانونيه بتادي عليها، وبعد كده في اجهزه تساعدك على انجاز اداء المهارات. هذا التطور كبير جدا في مجال الاجهزه المساعده. يعني في اجهزه لو الجهاز عندك هتعمل نوعيه المهارات دي، لو الجهاز مش عندك مش هتعرف تعمل نوعيه المهارات دي. فالتطور بيحصل في كل الامور المرتبطه بالتدريب، حتى الاجهزه نفسها القانونيه بتتغير لمصلحه اللاعب. يعني نوعيه البراءه الماتيريال نفسه كل سنه والتانيه تلاقي فيه ابتكارات جديده جدا عشان الجهاز يطلع اللعيبه اكتر، عشان الجهاز يكون سيفتي اكتر. فانت في لعبه ديناميكيه متغيره جدا، لازم تكون على مستوى الحدث وعارف ايه الجديد وعارف ايه اللي انت محتاجه وعارف ايه الاجهزه اللي انت عايز تشتريها وعايز إيه. انت مش كل جهاز ينفع لكل مكان، انت في الظروف اللي انت فيها دي طبعا بالاعمار السنيه اللي حضرتك شفتها دي. احنا طبعا عندنا اعمار سنيه صغيره جدا، واضحه اهو في الامارات ما شاء الله، مساله صعبه جدا في التعامل مع السن الصغير. اكيد اكيد. لا هو كمان ممكن يبقى صعب من ناحيه الاكل، يعني احنا بنخليهم يستعدوا ازاي السن ده وهم صغيرين؟ وطبعا دول بيبقى ليهم طبيعه تانية من ناحيه الاكل او التغذيه، لان اطفال، فكلنا بطبيعه الحال لما كنا اطفال بنحب ناكل حلويات، حاجات كلها غير صحيه، بس استعدادات للبطوله بتكون اكيد متطلبه نظام صحي، احنا نفسنا ككبار ممكن ما نبقاش عارفين نمشي عليه، فالصعوبه في دي بقى ازاي بتعملوها؟ هو خلي بالك بقى، طالما ان الولد او البنت دخلت في تراك الجمباز وده بيبتدي من 5 سنين، فهو لازم في نظام في حاجات كتير جدا، نظام في الاكل، نظام في النوم، نظام في التدريب، لان في مجهود كبير بيبذل. صحيح هو مناسب للمرحله السنيه، لكن كمان لازم تعود بقى اللاعب اللي دخل ده من خلال التواصل مع الاسره ان في نظام، هو الليله كلها عند الاسره طبعا، الحته دي بالتفصيله دي تحديدا، يعني ان ده محتاج نوعيه معينه لان المجهود هيبقى كبير. وعلشان قدراتي البدنيه وبالذات العضلات تتكون وتنمو لازم في نوعيه معينه من الغذاء. بنتكلم مع اولياء الامور وبنتكلم مع الاولاد والبنات الصغيرين دول، لازم تاكلي كذا ولازم تعملي كذا ولازم تعملي كذا، لان ده مهم جدا. ودور بقى اولياء الامور طبعا اللي احنا بنشكرهم جدا معانا كبير جدا، ان هم اللي بيشيلوا بقى تنظيم الوقت وتنظيم المذاكره وتنظيم مواعيد التدريب. احنا تدريبنا دي حله محشي واحده كفيله، ده هي تدمر اي زياده في الوزن عندنا ان شاء الله نص كيلو للاعيبه بتبقى مشكله كبيره جدا، لان كل حركات الجمباز بتتعامل مع رفع وزن الجسم، فرفع وزن الجسم ده لما بيزيد الوزن بقى في عقبه كبيره جدا في التحكم فيه. صحيح. دكتور محمد احنا بنشكرك، وباذن الله كده دايما يبقى النادي الاهلي موفق في رياضه الجمباز دايما، يا رب يطلع علينا كده ابطال دوليين كمان ان شاء الله باذن الله. شكرا يا فندم، نورتنا وشرفتنا. هنطلع فاصل سريع ثم عوده لاخر فقره حواريه في حلقتنا النهارده، اتفضل.